لتقفز إلى 21.75%، 2277 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة سجلت تونس خلال الفترة الممتدة بين 13 و19 جوان الجاي. 2277 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 10467 تحليل لتقفز نسبة التحاليل الإيجابية خلال الأسبوع إلى نسبة 21.75%. كانت أعلنت وزارة الصحة في الإطار هذا في بلاغ الأسبوعي حول الوضع الوبائي في الجمهورية على تسجيل 14 حالة وفاة خلال نفس الفترة وإيواء 54 حالة جديدة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة. نكملوا في نفس الإطار، 6,376,006 أشخاص استكملوا التلقيح ضد كورونا، ونبلغ عدد الناس اللي استكملوا التلقيح متاعهم ضد فيروس كورونا في تونس 6,376,006 أشخاص، وقت اللي جدت وزارة الصحة دعوة كافة الراغبين في تلقي التلقيح المضاد لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة إيفاكس المخصصة للغرض عبر www.evax.in، وإلا الرقم الأخضر 8010-2021 عبر الإرسالية لأسماس في إيفاكس 85355 تكتبوا كلمة إيفاكس، سينو عبر الضغط على الرقم نجمة 2021 دياز، وهكيك تشوفوا روحكم مسجلين في تلقيح وإلا لي وشنو عن الجرعات اللي كملتوها. نكملوا في نفس الإطار وفي إطار التلقيح، نمشي بكم إلى ولاية سيدي بوزيد، تطعيم 121,298 شخص بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، وقت اللي بلغ عدد الأشخاص اللي تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد كوفيد 19 في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم أمس حوالي 217,145 شخص، وفق ما أفيد به المنسق الجهوي للحملة الوطنية ضد التلقيح ضد الكوفيد 19 بسيدي بوزيد رفيق نصيبي. وكان أشار في تصريح لوات أن عدد الأشخاص اللي تلقوا الجرعة الثانية في التطعيم ضد فيروس كورونا بالجهة بلغ حوالي 121,298 شخص، اللي تلقوا الجرعة الثالثة 18,326 شخص، والجرعة الرابعة 686 في مبلغ عدد الحالات اللي كانت ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 227 حالة، أغلبها كانت أعراض بسيطة وإلا خفيفة. وذكرنوا عدد الأشخاص اللي كانوا بيدروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا كان بلغ 261,073 شخص حب عمذي على حسب آخر تحليل. حاولنا نعطيكم بعض الأرقام فيما يخص نسبة التحاليل الإيجابية والقفزة النوعية اللي شهدتها إلى 21.75% حسب تصريح الوزارة. سينو الناس اللي استكملت التلقيح متاعهم والعدد متاحهم ليوصل ل 6,376,006 أشخاص. حاولنا نعطيكم بعض الأرقام في ولاية سيدي بوزيد، وكانت هذه شيفخ سنتي. شيفخ سنتي، مازلنا مواصلين معكم المشوار في سانتي 5.0 وآخر المستجدات الأرقام التحليلات مختلف الدراسات. خليكم برونشي معنا من توا حتى نص نهار.